طب كابتن، يعني يمكن برضو انت لعبت في مصر المقاصة وكنت متألق، ولكن برضو لازم أسألك، هو بالنسبة لك انت ايه الفرق اللعب في النادي الأهلي عن أي نادي تاني؟ ايه اللي بيميز النادي الأهلي من وجهة نظرك انت كلاعب؟ طبعا مع احترامي طبعا لنادي المقاصة، ده في الاول وفي الاخر ده بيتي فعلا، طبعا وانا مهما اتكلمت عنه وعن الناس المسؤولين وعن الجهاز الفني وعن الناس كلها اللي موجودة مش هديهم حقهم، أكيد لكن طبعا الوضع مختلف. يعني النادي الاهلي يعني نادي اكبر نادي في الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم، فاكيد طبعا الجمهور اللي موجود والمسؤولين والناس كلها شايفه ان النادي الاهلي رقم واحد. اي بطوله بنبقى موجودين فيها بيبقى علينا ضغط كبير جدا ان احنا لازم ناخد البطوله دي، هو امر يعني خلاص انت موجوده في النادي الاهلي يبقى لازم تشتغلي على ان اي بطوله تدخليها لازم تكون البطولة دي موجودة في النادي الأهلي، وهو ده الفرق ممكن عن الأندية التانية. الأندية التانية ممكن شوية بيكون الجمهور طبعا بيبقى بنسبة أقل، بيكون طبعا ما فيش بطولات كتيرة بيشاركوا مثلا في دوري أو كاس، ده طبعا مختلف عن النادي الأهلي. النادي الأهلي بيشارك كل سيزون اكتر من ست خمس ست بطولات، فاكيد طبعا الوضع مختلف بشكل كبير.